أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. دقة الأداء أن الحق سبحانه وتعالى لا يعم أهل الكتاب ولا الكافرين بحكم واحد ينتظمهم جميعا، بل عدالة الحكم تقتضي أن يكون ود كثير من أهل الكتاب. إذن فغير الكثير وهم القليل ما كانوا يودون ذلك، لأن الحكم لو جاء عاما على كل أهل الكتاب لاتهم الذين لم يودوا الرسول في أنه يقول من عند نفسه، ولو كان يقول من عند الله لأعلمه الله بحسن نياتهم في أنهم لا يودون ذلك، لأنهم يراودون أنفسهم أن يعلنوا إيمانهم. إذن فدقة الأداء تقول ود كثير من أهل الكتاب، حتى لا يصدم الذين لم يودوا، وحتى لا يصدم الذين فكروا في صدق محمد صلى الله عليه وسلم في بلاغهم عن الله. ولو أن الحكم كان عاما لكان ذلك حاجزا لهؤلاء الذين فكروا أن يعلنوا إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ساعة يقول كثير، وانظروا أيضا إلى المعنى النفسي، ساعة ينزل الله ود كثير من أهل الكتاب، حتى الذين يودون يعلمون أن من بينهم من يفكر في أن يؤمن، وذلك معنى النفسي لا يجعلهم يعلنون إعلانهم على أنه إجماع، بل منكم أناس أيضا يفكرون، فكل واحد يتشكك في أمر الآخر، وبعد ذلك لا تكون لهم حجية الاجتماع. ود كثير من أهل الكتاب. وما هو الود؟ قلنا إن الود ده هو ميل القلب ورغبته. وهل يؤاخذ الله على ميل القلب ورغبته؟ قوله بعد ذلك فاعفوا واصفحوا يدل على انهم فعلوا شيئا، ولو انهم كان منهم مجرد الود والميل القلبي لان يردوا المؤمنين كفارا ولم يعملوا عملا نزوعيا يؤدي الى ذنب ما كان الله يقول فاعفوا واصفحوا. اذن فاعفوا واصفحوا معناها انهم لم يقتصروا على الود القلبي، بل صنعوا اشياء كان يجب ان يعاقبوا عليها، وإلا فالله أرحم من أن يجزي بالود القلب، لأن احنا قلنا أن التشريع لا يتدخل إلا في العمل النزوعي، أحبب من شئت ابغض ما شئت، ولكن لا تصنع عملا نزوعيا. ولذلك حينما شرحنا قول الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، معناه أنه لا يمنعك أن تبغض إنسانا، لأن دي مسألة عاطفية بحتة وجدانية لا يكلف بها، لا يوجد تكليف يقول أحب الشيء الفلاني أو أبغض الشيء الفلاني، مفيش تكليف إلا أن يكون الحب العقلي، إنما الحب العاطفي لا يكلف به أبدا. إذن فإذا ودوا ولم يفعلوا ما كان يقول الله فاعفوا وإيه واصفحوا. إذن فقول الله فاعفوا واصفحوا يدل على أنهم لم يقتصروا على الود، وإنما نزعوا وعملوا عمل نزوعي. ما العمل النزوعي؟ أنهم استغلوا بعض الأشياء في الإيمان كنسخ آية لآية، كهزيمة في أحد، وحاولوا أن يجعلوا منها زريعة ليفتنوا المؤمنين الأولين في عقيدتهم. لو كنتم على الحق ما هزمتم في إيه؟ في أحد. إذن العملية دي كان يجب أنهم يستهلوا على الإيه؟ التأديب، لأنه ولو إلا لو كانوا ودين بس فقط كان ما فيش إيه؟ من عمر. صدق الأداء من عمر ما يدل أنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. لا يؤمن أحد، وأصر عليها، فحين أصر المشرع
على أن الإيمان لا يكون إلا إن كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى الإنسان من نفسه ما يبقاش إيمان كله. فحين علم عمر أن دي إصرار إيماني تكليفي باع بفطرته السليمة إلى أن الله لا يكلف إلا بمقدور عليه. إذن فهو لا يريد الحب العاطفي لأن الحب العاطفي لا يكلف. أما أراد الحب العقلي الحب الايه؟ فحين فطن الى ان المراد في التكليف هو الحب العقلي قال الان احبك يا رسول الله عن نفسي. فقال له الان يا عمر الان يا عمر. يبقى عمر كيف فهم انه الحب العقلي مش الحب النفسي؟ قال لك لانه كان حب عاطفي ممكنش التشريع يقول لك يعمله لان دي مسألة لا يأتي بها قانون ابدا. ولذلك انا قلت انت تستطيع ان تقهر القالب على شيء انما مش ممكن تقهر القلب ابدا مش ممكن ابدا. قال لك لان الحب العاطفي لا يقنن له انما الحب العقلي هو اللي يقنن له. الانسان يحب ابن عدوه ان كان ذكيا ايحبه بعاطفته ام بقلبه بعقله؟ بمعنى انه لو تقاتل هذا الذكي ابن العدو الذي يحبه الانسان بعقله مع ابنه يزعل منه ينصر منه ينصر ابنه العاطفي ده. يبقى الحب العقلي شيء والحب العاطفي شيء اخر. الحب العاطفي ضرب منه مثلا عشان نقربه لاذهانكم كما يحب الانسان الدواء المر وكتبه الطبيب ولم نجد فالحبيب والصديق يقول انا اصدره لك من الخارج وحبيبك هو اللي يسعى لك ويجيبه لك ولما اذا اتى لك بالدواء المر تبقى مبسوط منه وتاخد الدواء وتاخد الجرعه كده المره. احببتها بعاطفتك ام بعقلك؟ لانك غبت فيها العافيه. كذلك يجب على المؤمن ذات عقل يقول الله انا اذا لم اتسامى في ان احب رسول الله بعاطفتي يجب ان احبه بعقلي. ليه؟ لان من انا لولا رسول الله؟ ما هو ده اللي هيخلصني منه. يبقى هو احب الي من نفسي. احب الي من ايه؟ من نفسي. اذا ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. ولماذا ودوا ذلك ونزعوا بعد الود؟ عملوا اعمال. يبقى العفو والصفح جاي لانهم ايه؟ مش على الود على النزوع العملي. طب وليه ودوا ان يكون كفار؟ ليه؟ قال لك لان الايمان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقلب عليهم موازين النفعيه عنده. لان المنحرف ده حين تاتي استقامه يتعب ام لا يتعب؟ الذي يتاجر في المخدرات لما الناس تستقيم ولا تشرب في المخدرات يتعب ولا ما يتعبش؟ الله. اللي بيبيع خمرة اللي بيدير بيت للدعارة اللي بيعمل وسائل إغواء وإغراء ويعمل مثلا مسارح ويعمل مش عارف إيه لما الناس تستقيم يزعل ولا لا؟ يبقى إذن هؤلاء الإسلام أو الدين الجديد إنما جاء ليحاربهم في مقومات حياتهم التي ارتضوها. يبقى لازم يكرهوا ولا لا؟ فهم يريدون لا أن يؤمنوهم لا بل الذين آمنوا يريدون أن يكونوا كفارا. اسمع كلمة حسدا من عند انفسهم. وهل يوجد حسد من عند غير النفس؟ ما الحسد اللي من مش من قال لك لان في حسد يبقى مشروع. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لا حسد الا في اثنتين رجل سلطه عنده مال فسلطه الله على هلاكته في الحق ورجل علمه الله القرآن فهو يعلمه للناس. هذا الحسد اللي صح يبقى بايه؟ قال لك الحسد اذا كان مامورا به من غير النفس يبقى اسمه الغبطه. الايه؟ تقول يا سلام ده عنده فلوس وينفقها في زياره عنده زي دي، ده عنده علم ويعمله مش عارف ايه. اذا حسدا من عند انفسهم يعني عشان تنفي مثل هذه مش مشروع ولا حاجه. حسدا من ايه؟ من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الايه؟ الحق. يا ريتهم كانوا مش عارفين ده الحق جاي والنعت جاي ورسول الله في التوراة عندهم هو إلى آخره. فاعفوا واصفحوا. فكأن الله يريد من المؤمنين ألا ينفعلوا انفعالا سريعا ليس له رصيد من قوة دائبة. يقول لك ايه؟ انتظر إلى أن ايه؟
أن تتمكن وربما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة، ربما تقتضيك الشجاعة، وبعد ذلك يهيئ الذهن إلى أن الإسلام لن يعيش على هذا. أنا أريد منكم أن تعفوا وتصفحوا الآن حتى يأتي الله بأمره. فكأن طمن على إن حيجي أمر نرد على إيه؟ على هؤلاء. يبقى الإنسان ساعة يصبر ويعفو ويصفح يبقى ما ياخدهاش على إنها زلة استكانة، بل لا، ده تحرف في قتال، تحرف في قتال. ومن يولهم إيه؟ يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متعيذا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. من الله انتظروا إلى أن ينظر، لأن هذه كلها معدات المؤمن لابتلاءات دي، وإلا فكان الحق سبحانه وتعالى يقدر يجيب الإسلام من أول أمر قوي، ولا حد يستطيع. إنما لا، إنه يريده ممحصا حتى لا يثبت على الإيمان إلا الراسخون في الإيمان. وأصحاب الهبات والهزات ينفضون بهذه الإيه؟ ينفضون بهذه الأحداث، لأن الله إذا ما أراد أن يعد إنسان لمهمة لازم يعد إعداد مناسب للمهمة. نحن البشر إذا أردنا أن نعد إنسانا ليكون كاتبا على حنفية ماء غير أن نعده ليكون مهندسا زراعيا أو مهندسا مثلا نعم كهربائيا، كل واحد على حسب الإيه. فمدام أنتم عايزين، الله يريد من هذه الأمة أن تمسك بميزان الحق والخير في الكون، يبقى لازم ما يكونش فيها إلا الإيه؟ الممحصين أو الممحصين. يبقى انتظروا، لأن كل ذلك تمحيص لمين؟ للأمة المسلمة التي شاء الله أن تحمل الخلافة في الإيه؟ خلافة في الأرض. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ونظرا لأن العفو والصفح يفهم منه عدم الفعل، لا تظنوا أن الفعل سيكون فعلكم أنتم، لأن أنا اللي قادر وأهبني بقى من عندي القدرة لمن أشاء من إيه من عبادي. فلا تظنوا أن طلب العفو والصفح استكانة في الزلة، ولكن تحرف لقتال. وبعد ذلك ما الذي يكرهه هؤلاء ويريدون أن يردوا من آمن إلى الكفر؟ قلنا لأن ميزان الخير يتعبهم، ميزان العدل يتعبهم. أثبتوا لهم أن الميزان الذي ارتضيتم أن تؤمنوا به وأن تبتلوا فيه ميزان معشوق لكم، فأقبلوا على تكليفاته، وإقبالكم على تكليفاته بحرارة وصدق ويقين هذا أكبر رد عليهم في أن ييأسوا من هذه المسألة. إيه المسألة؟ قال لك تعال، التكليفات التي جاء بها الإسلام قلنا فيه تكليفات لا تتطلب إلا وقتا من الزمن ويسيرا من الفعل، كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مش كده؟ وإيتاء الزكاة يبقى كل سنة ويبقى عنده مال، وصوم رمضان كل ايه؟ كله، وحج البيت لمن استطاع، ولو مرة في العمر. الله، يوم يجي للشيء الذي يتكرر كل يوم فيعطي المؤمن الشحنة اليقينية الإيمانية ويأخذه من دنياه أخذا بالله أكبر خمس مرات، يقول بقى هو ده اللي يخليكم ترد من رد المنافر الآن، أقيموا الصلاة والتفتوا إلى نداءات ربكم لإيه؟ للصلاة. ساعة تلتفت خمس أوقات كده وتذهبون إلى هذا الأداء وتقيمون الصلاة، يعرفوا أنكم مقبلين على إيه؟ الله، الله إقبال. وساعة تخلون مع ربكم وتكونون في حضرته يعطيكم الله الإيه؟ المدد، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال من حزبه أمر يقول روح يصلي. ومعنى حزبك يعني إيه؟ يعني أسبابك ضاقت عن الأمر، تقوم تعمل إيه؟ تقول الله تضمن لي يا رب، ما روح له، ده اللي بيتزعيجه حاجة يقول ما روح لابويا، ده اللي بيضربه ولد ولا يقدرش عليه يقول يابا، طب ما تقول يا رب خلص وتنتهي المسألة. يبقى إذا أقيموا الصلاة، أهدي بقى الإيه؟ الرد المناسب
ليدل هؤلاء على ان كل محاولاتهم محاولات ايه؟ فاشلة، وانهم لن يسلفوكم لانكم تعشقتم هذا الدين وتعشقتم هذه التكلفات المكررة لإعلان الولاء الإيماني كل يوم خمس إيه مرات، وتتركون كل أعمالكم وتذهبون إلى إيه؟ هذا معنى القيم. وبعد ذلك انظروا إلى الشر الذي كان يعيش فيه المعاصرون لليهود في المدينة. كان معهم علم الكتاب كما يقولون، وكان معهم المال، فكل واحد يريد شيئا. يبقى مقومات العلم عندهم ومقومات الاقتصادية ايه عندهم؟ قال لهم الاساس بقى الايماني الرد الايام دي نعمل ايه؟ نقيم الصلاة لنشعرهم اننا ايه؟ مقبلون على هذا الدين. طيب وايه كمان؟ وآتوا الزكاة. ايتاء الزكاة لا يتأتى الا بفاضل عن حاجتك. فكأنه قال بدل ما يقول أن اضربوا في الأرض ضربا يسد حاجتكم وحاجة من تعونون وحاجة من لا يقدروا على الحركة، وبذلك تخرجوا منهم العملية الايه؟ الاقتصادية. الاقتصادية اللي كانوا يستدلون بها الأوس والخزرج والضعاف بالربا وبغيره. لا، آتوا الزكاة. حين تأتون الزكاة يبقى معنى ذلك أنكم ايه؟ ضربتم في الأرض ضربا وتحركتم في الحياة حركة اتسعت لحاجتكم واتسعت لحاجة من تعولون، وفاض شيء تنفقونه على من لا يقدر على الحركة. يبقى تقطعون أمامهم أمل أنكم ستحتاجون إليهم في شيء من الأشياء، وأن دينكم فيه اكتفاء ذاتي. دينكم فيه اكتفاء إيه؟ فيه اكتفاء ذاتي. وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة وإياكم أن تظنوا أن الله سيسخركم في أن تعملوا عملا يتسع لكم ولمن تعونون ولمن لا يقدر على العمل، لأن دي برضه هنديها لكم بس أكتر مما أخذناه. أكتر مما أخذ، اوعى تقول ده هتنقص زي ما بيقولوا. ولذلك اختار لها كلمة نماء، ذكاء،